المفهوم اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده هو عمليه غش وتهريب المبيدات، او بمعنى ادق الاتجار غير الشرعي للمبيدات في مصر. الظاهره دي بقت منتشره ومزعجه، وصلت الى انها بقت خطيره. بمعنى انا مش هتكلم عن ارقام لاني لا املك ارقام، لكن حضركم حاسينها وشايفينها وعارفينها. الظاهره دي وجود مركبات مهربه او مغشوشه، انا ما بيزعجنيش قوي ان المركب يبقى مغشوش. ليه؟ حضراتكم ومعظمكم اذا كان ساده زملاء المهندسين او المزارع، لما بيلاقي مركب مغشوش ما جابش نتيجه تاني مره ما بيروحش ياخده. بالنسبه له دي مش قصه كبيره قوي يعني. لكن المشكله في المركب اللي انت مش عارف مصدره وترشه ويجيب نتيجه وفي سعر رخيص. الا طب ما بيجيب نتيجه هو باشمهندس وسعره زي الفل، بس انت مش عارف ان هو ممكن يسبب ايه لصحتك، مش عارف ممكن يسبب ايه لمحصولك، مش عارف ممكن يسبب ايه للبيئه بتاعتك. بناء على الكلام ده احنا كنا بدأنا من 4 سنين للحمله دي، وابتدت السنه دي في شكلها اكبر شويه تحت مسمى خلي بالك. خلي بالك المسمى ده احنا ابتديناه من سبتمبر اللي فات، من سبتمبر اللي فات. خلي بالك انك انت لما تيجي تجيب مبيد لازم تدقق كويس وتشوفه، هل من شركه محترمه؟ هل المركب ده مسجل او موصى بيه في مصر؟ هل انت خدته من تاجر مرخص وموثوق بيه عشان ترجع له، خدته بالطريقه السليمه ولا لا؟ ده جزء من الحمله اللي احنا هنقوله النهارده. وللوصول للهدف ده فاحنا عاملين مبدئيا 3 افلام حضراتكم شفتهم في الاول، هنعيدهم بعد شويه كده تاني. فيلم عباره عن رساله عامه كرتونيه، وبعدين رساله للمزارع، وبعدين رساله للتاجر. ده جزء من حمله الترويج، بيضم برضو انه هذه الافلام بتذاع بصفه مستمره على قناه مصر الزراعيه يوميا لمده 5 مرات في اليوم وتعاد. في جزء تاني انه في مواد ترويجيه بيتم توزيعها زي سيديهات عليها الافلام او عليها التوصيات او عليها الكلام ده كله. الجزء الثالث ان احنا هنعمل برامج لتدريب مفتشي الرقابه، ودي مشكله كبيره ان مفتشين الرقابه عددهم قليل قوي على مستوى المحافظات ومش كفء قوي، ففي اتجاه لان هم يزودوا عددهم فهيتم تدريبهم، وهنتولى ده مع لجنه مبيدات الافات الزراعيه. في جزء ثالث انه المساله مش متعلقه بس بالزملاء من وزاره الزراعه او مفتشين المكافحه او المدريات او غيره، لا متعلق بجهات ثانيه زي شرطه المسطحات جزء من العملية، زي الضرائب، زي الجمارك، زي قطاع النيابة، زي قطاع التهرب الجمركي والتهرب الضريبي زي ما قلت، ووزارة الصحة، وزارة البيئة، وجهاز الشؤون المشترك. فكل هذه الخطوات ماشيين فيها في هذه الحملة. أنا الكلام كده بالنسبة لي ما فيش كلام تاني، بس حضراتكم هتشوفوا الأفلام، ولما يجي وقت التعليق اللي أنا مش عايز حضراتكم التعليق عليه، ادونا أفكار إزاي إن احنا نقلل. مش هنقدر نمنع الغش والتهريب ده بامانه عشان نبقى متفقين، لكن نقلل بدل ما تبقى النسبه كذا في المية من اللي موجود في السوق، يا ريت تقل 5% 10% 20%، لان احنا نوصل لايه؟ للمعدل العالمي اللي هو المسموح به اللي هو 10%. عاوزين يعني نحاول بقدر الامكان زي ما الدكتور قال ان عمليه الغش دي تقل، مش زي ما قال مش هتقل بنسبه 100%، على الاقل تبقى 5-6-7%، في سبيل ان المبيد يجي يحصل عليه المزارع بحاله كويسه، يدي مثلا نسبه اباده للحشائش اللي موجوده وحاجات زي كده. احنا بنعمل ندوات عن طريق الرقابه على المبيدات، وعندنا ناس قسم اسمه الرقابه على المبيدات بيلف على محلات المبيدات على اساس يتاكد من كل حاجه مكتوبه على العبوه، زي ما قالوا خلي بالك في الندوه اللي انت جايبها ديت، بنشوف تاريخ الانتاج، بنشوف رقم التشغيله، تشغيل المبيد،
شكل العبوة براغي العبوة برضو عبوة قفل العبوة وغلقات جيد. فكل الهدف ده ان احنا نوصل الريت المبيد للمزارع عن طريقنا برضو كمدير الزراعة بيجي لنا من الشركة حسب طلبنا وبناخده ونوزعه على الجمعيات في سبيل ان نحصل على مبيد سليم. بالتالي المبيد السليم المزارع هياخده ان شاء الله كده يساعده ربنا ان يزيل كل الحشائش اللي موجوده وخاصه مبيد الستر او المبيد اللي بيتكلموا فيه بالعربي. اهميه خلي بالك ده حاجه جميله جدا وكون الكلام ده بيتنشر على قناه مصر الزراعيه هيرشد الفلاح ان هو يخلي باله من كل الحاجات اللي قالوا عليها. آلية المبيد، إنتاج المبيد، صلاحية المبيد، تشغيل المبيد، قوام المبيد، ده حاجة كويسة وتوعية كويسة للمزارع يعني. وقبل ما تكون للمزارع طبعاً إحنا كأفندية بنساعد على نفس الكلام ده إن إحنا نوصل ونقدر وربنا يعين إن إحنا نوصل المبيد للمزارع في أحسن حال. والله أهمية الحملة أنا شايف إن هو أسلم طريقة إن إحنا نشجع دور الجامعات الزراعية إنها توصل المنتج للمزارع على أساس يبعد عن غش التجار أو الأسعار الغالية. ويبقى دور الجمعيه ان هو وفرت له سلعه مضمونه وسليمه. المعلومه توصل عن طريق الارشاد الزراعي، عن طريق الجمعيه الزراعيه، برضو لقاءات مع المزارعين في الجمعيه او عمل ندوات للمزارعين او اجتماعات او لقاءات، يبقى المزارع قريب من المهندس او المرشد في الجمعيه اللي يقدر يحفزه ويعرفه طبيعه المنتج والانتاجيه بتاعته شكلها ايه. والله طبعا خطورتها انها بتقلل من المحصول، بتقلل الزرع، بتقلل من قيمه الارض. طبعا المبيدات السليمه مصدرها معروف ان هي عن طريق الجامعات الزراعيه، انتاجيه كويسه، محصول كويس. على النقيض ان المبيدات المتهربه او المغشوشه بتضعف من التربه، بتقلل من المحصول، برضه دخل المزارع، برضه بتقلل من دخل المزارع. نقضي عليها ان احنا نخلي منافذ توزيع بتاعه الشركه تكون متحدده وثابته معروفه، ان انا مثلا كجامعات زراعيه، كارشاد زراعي، كوزاره زراعه، او التجار اللي موثوق فيهم اللي معاهم شهادات. طبعا بتضر الزراعه وبتضر الفلاح كمان وبتضر زرعه كمان. يبقى في توعيه وناس تعرف وارشادات من الجمعيات الزراعيه وتفهم الفلاح. خدوا بالكم من الموجات المغشوشه، ما تاخدوش على المصدر مسؤول منه او من الجمعيات الزراعيه المامونه تاخده منه. طبعا بتاثر على الفلاح، على كل حاجه، على الزرع، على الفلاح نفسه، مش موثوق منها، مش موثوق منها يعني. مغشوش والغش ممنوع. ندوة بتدي توعية وثقافة للمتعاملين مع المبيدات، ازاي يتعامل مع هذا المبيد من حيث الجودة والفعالية بتاعته وآثاره السلبية على الصحة العامة وعلى والآثار الجانبية على الزرع وعلى البيئة أيضا. احنا استفدنا النهاردة في الندوة من خلال الحوارات اللي موجودة ازاي ان انا اتاكد ان هذا المنتج طبقا للمواصفات اللي خرج بها من الشركة المصنعة له، عشان اتجنب الغش التجاري. يعني حضرتك في بعض التجار بيجيبوا المنتج من الشركات وبيقسموه على 3-4 عبوات وبيغشوه، بيضيفوا له سولر وجاز، لما بيجي الفلاح يستعمله يلاقي عليه اثار جانبيه زي الهرش والالتهابات والتسلخات، فبيشكك في قيمه وقامه المنتج. انا النهارده كراجل اعلامي وعلاقات عامه داخل الاداره الزراعيه بستعين بمثل هذه الندوات اثقف فيها الفلاح والمهندس ايضا وكل المتعامل مع المنتج ان هو يتجنب المنتج المغشوش. يعني الندوه النهارده سيادتك بتنحصر حول المنتج المغشوش ازاي اتجنبه واتعامل مع المنتج الحقيقي. المنتج الحقيقي في كل وسائل الامان والصحه العامه والبيئه المحيطه بالفلاح، الى جانب بعض التوعيه في طريقه الرش، ازاي ما يبقاش تيار الهواء جاي في وشي وانا برش في نفس الاتجاه فالمبيد بينعكس عليا. المبيد اللي
نعكس هذا، لو هو مبيد آمن، شركة آمنة ما فيش في غش، هيبقى أضراره بسيطة جدا. ولكن الصحة العامة بتوجهني أن أنا أرش في اتجاه الريح، يبقى الريح جاي من ورايا ياخد المبيد ويمشي على المحصول، فكده بتجنب أخطاره. الخطورة الستة بقى، وأنا ببقى شاكر جدا للجهاز التوعية والإعلام وصديق الفلاح، أن هو لما بينبهني للمنتج الحقيقي بتجنب كل هذه الأخطار، أن في منتجات ممكن تسبب عمى في العين لأنها مغشوشة. لكن منتج أي شركة، وأنا ما بسميش شركات، أي شركة وطنية بتنتج منتج بتراعي فيه على الجودة والتصنيف والتصنيع والحالات الآمنة له. بنوجه كل الشكر والتحية لحضراتكم وعلى الحضور الكريم. برنامجنا اليوم أساسا ندوة عن مكافحة حشائش الرز، بنقدم الخدمة والمعلومة قبل المنتج، وده اللي يفيدنا. احنا بنستقطع جزء من الموازنة لعملية التسويق والحملات الترويجية، كل الهدف ان احنا بننقل الخبرة المتواضعة اللي عندنا اللي هتتنقل بواسطة اخويا المهندس ارشاد او مكافحة للمزارع، عشان اهم نقطة التطبيق او استخدام المبيد نفسه، لان 90% من ان المبيد تقول عليه فعال او غير فعال في ايد اخويا المستخدم المزارع. لازم يكون ملم بكل شيء، 90% من النجاح لازم يلتزم اللي موجود على البطاقة. الموجود على البطاقة ده كل كلمة فيه لها معنى ولها مجهود. الجرعة يلتزم بالجرعة، التوقيت يلتزم بالتوقيت، المعدة اللي بنرش بيها لازم تكون معدة سليمة. دي كلها بتساعد على نجاح المبيد نفسه اللي هيعود عليك انت بالربحية. اي تساؤل عند اي اخ مش هيخرج النهاردة إلا وعنده إجابة بإذن الله على هذا التساؤل. وآخذ بس 5 دقائق بساط. قطاع الزراعة في دول يا جماعة، قطاع الزراعة بيمثل أكبر ناتج قومي عندهم، اهتموا بيه. دول زي هولندا ولا فرنسا تلاقي الناتج القومي بيعتمد أساسا على الزراعة، وإحنا كمصر أقدم من الدول دي، أقدم. نضرب في جذور التاريخ منذ أكثر من 7000 سنة، وعندنا كل عوامل النجاح اللي نخلينا إحنا لنا الصدارة في الزراعة، من موقع، من مناخ، من خبرة، من إحنا كل هدفنا التعظيم، تعظيم الإنتاج الزراعي. ده إحنا في منذ 4000 سنة أيام سيدنا يوسف عليه السلام، وفي صورة في القرآن موجودة، كان عندنا اكتفاء في الحنطة اللي هو القمح، وكنا بنوكل العالم كله في سنين العجاب. مستلزمات الزراعة إذا كانت أنتوا عارفينها، تقاوي، ميكنة، مبيدات، أسمدة، بنشترك مع كروب لايف إزاي تطبق المبيد، إزاي نحارب الغش، إزاي نحارب التهريب. غش المبيدات أصبح يعني ليه صدى، وخاصة يمكن بعد ثورة 25 يناير في مصر، في ناس نفوذها ضعيفة استغلت الوقت ده، وبقت الغش أنواع. في واحد يعني أنتوا عارفين المبيدات بيحكمها منظمات دولية، هي اللي بتحكم تداول المبيدات. هم 4 منظمات بيشرفوا على العالم كله في المبيدات: منظمة الزراعة والغذاء الفاو، منظمة الصحة العالمية WHO، وكالة حماية البيئة الأمريكية EPA، المفوضية الأوروبية EC. دولت هم اللي بيحطوا لنا القواعد اللي نمشي عليه، ودي اللي يقول ده يمشي وده ما يمشيش. ففيه مجموعة من المبيدات تنشطب، يبلغوا هنا لجنة المبيدات، تاخد قرار لجنة المبيدات لأنها ملتزمة بالمعايير دي. يبدأ المبيد ينشطب ممنوع تداوله، يجي واحد ما عندوش ضمير يهرب المبيد ده ويدخله تهريب من بره، ده وسيلة غش من المبيدات. وممكن يكون مبيد مصرح بيه ومستخدم وسليم وكل حاجة، ويدخله برضه من بره ويحرم الدولة من الرسوم بتاعتها الجمركية، دي وسيلة غش. في وسيلة غش على جوه البلد على نطاق المحلي برضه تحت السلم، ناس ضعيفة النفوس، يبدأ يشيل ليبل من على العبوة يحطها على العبوة، يبدأ ياخد مثلا طن ملسو ويحط له شوية سولفين وامرتفاير يستنسخه 2 طن، ويبقى العبوة مكتوب عليها من بره 57 وهي في الحقيقة 21%.
ابتدينا الحملة دي جزء منها هو عبارة عن التوعية والإرشاد لمجموعة المزارعين، للتجار، لمفتشي المكافحة، لمفتشي الإرشاد، عن التوعية والإرشاد إن هم يخلوا بالهم من إن استخدام المبيدات المهربة أو المغشوشة أو بمعنى أصح الإتجار غير الشرعي للمبيدات ده ممكن يسبب لهم أذى في الصحة، أذى في المحصول، أذى للاقتصاد القومي. أنا بالمناسبة عايز برضو أشير إلى حاجة، إن اهتمام الوزارة وعلى رأسها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بهذا الموضوع هو اهتمام كبير جدا، وان انا هنا احد الاسباب ان انا موجود في هذه الحمله والتوجه بها نحو التوعيه هو بتوجيهات او بالتعاون مع لجنه مبيدات الافات الزراعيه المسؤوله عن المبيدات في مصر. فانا هنا بشكل او باخر بامثل هذا الاتجاه اللي هو اتجاه مكافحه غش وتهريب المبيدات. زي ما احنا يمكن قلنا في الحلقه اللي فاتت او في الندوه اللي فاتت ان الحملة دي لا تقتصر بس على عرض افلام للفيديو بالنسبة للظاهرة او انها في بوسترات او في مواد ترويجية بتوزع للترويج لعدم استخدام المبيدات المهربة، لكن بتشتمل برضو فيما تشتمل الى برامج تدريب هيتم اقرارها او يتم تنفيذها خلال الاشهر الجاية، بتشمل مفتشين الرقابة على المبيدات التابعين لوزارة الزراعة، لأن في عدد كبير منهم في الوقت الحالي سيتم تسكينه كمفتشين رقابة. فإحنا مع لجنة المبيدات أو لجنة المبيدات كلفتنا بالتعاون معهم إن إحنا ننظم عدد من البرامج التدريبية لمفتشي المكافحة المفتشي الرقابة على المبيدات التابعين لوزارة الزراعة. ده جزء من المنظومة بتاعت الحملة. جزء تاني هو ما يعرف باسم تبادل المعلومات. المسألة في غش وتهريب المبيدات لا تتعلق بوزارة الزراعة بس أو بلجنة المبيدات بس، لكن بتتعدى هذا إلى جهات أكبر. وزارة الصحة لها دور، وزارة البيئة لها دور، وزارة التجارة والصناعة لها دور، جهاز حماية المستهلك ليه دور، شرطة المسطحات البيئية لها دور، الجمارك لها دور، الضرائب لها دور. كل هذه المجموعات إن شاء الله في تخطيط الحملة هو عمل مجموعة من ورش العمل بتضم هذه المجموعات بدعوة من لجنة المبيدات وكروب لايف، لأن نقعد مع بعض في ورشة عمل للنظر في كيفية تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، بحيث أنه ما نبقاش زي جزر منعزلة كل واحد بيفكر من يمته، لكن الكل بيبقى ماشي في اتجاه واحد، ويبقى في النهاية خالص المعلومات متوفرة عند القيادات لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع. الناس لازم تبقى عارفة ان المبيدات دي بصفة عامة ما هي الا سموم. يعني انت في الاول وفي الاخر بتتكلم عن استخدام سموم. طيب استخدام هذه السموم يجب ان يتم بطريقة مسؤولة، ودي برامج بتتولاها وزارة الزراعة وكروب لايف ولجنة المبيدات في كيفية الاستخدام المسؤول للمبيدات. ده جزء. فما بالك اذا كان هذا الاستخدام المسؤول في شيء من الضعف وبتستخدم مبيدات مهربة أو مغشوشة، دي بتؤدي إلى إيه؟ بتؤدي إلى إنه بعض هذه المركبات أنت مش عارف مكون المركب ده إيه؟ إيه اللي جواه؟ ممكن يسبب مشاكل صحية بدون دخول في تفاصيل، ممكن يسبب مشاكل بالنسبة للمحصول نفسه، يحرق المحصول أو يبقى فيه كمية من المتبقيات الكبيرة بحيث إنك أنت ما تيجي تصدر هذا المحصول يترفض من بره ونرجع نقول لها بيتلكك، ومحدش بيتلكك لحد على حاجة. أنت لازم تعمل شغلك صح. فالمركبات المغربة والمغشوشة لما بتستخدم بيظهر فيها متبقيات مبيدات بنسبة عالية، بتبقى المحاصيل اللي بتؤكل ومرشوشة بهذه المبيدات ذات خطورة. ده جزء. الجزء الثاني بالإضافة إلى المتبقيات أو الضرر الصحي، هو ضرر على البيئة بصفة عامة، لأنك أنت ما تعرفش هذه المبيدات لما بتتساقط على التربة ممكن تؤدي إلى إيه. ده جزء مش عارفينه. ده جزء خاص يعني أداء هذه المركبات بيولوجيا. لكن لو بصينا برضو من أنت بتضيع على الدولة فلوس، بمعنى أن هذه المركبات اللي دخلت متهربة أو مغشوشة، طيب هل دفع جمارك؟ ما دفعش جمارك لأنه تهرب، فأنت جزء من حصيلة الدولة بتضيعها بقى. هل دفع رسوم للتسجيل أو للتجريب أو 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 أو؟ ما دفعش هذا. هل مر بالفترة بتاعت القياسات والاختبارات ودفع رسوم للتحليل والكلام ده؟ ما دفعش هذا الكلام، فيبقى برضه بطل. هل هو عنده فواتير اشترى بيها او باع بيها؟ ما بقاش عنده، في معظم الحالات ما بقاش عنده.
او مش معظم كل الحالات بقاش عنده، وبالتالي فهنا هنا نوع من التهرب الضريبي. وعشان كده بقول ان المنظومه كلها كامله لابد انها تمشي في هذا الاطار. بيجي جزء تاني مهم، احنا في برنامجنا زي ما بنقول هندرب الساده مفتشي الرقابه على المبيدات، بحيث ان هو لما يبقى فيه حمله او ضبطيه مع شرطه المسطحات او مع غيرها او مع التموين او الكلام ده، يبقى اما يكتب المحضر بتاعه اذا لقى مخالفه يكتب محضر بطريقه واضحه وصريحه تؤدي الى انه الوكيل النيابه او الجهات القضائيه المحكمه يبقى الصوره واضحه قصادها، مش بس مجرد سلعه مش معروفه وخلاص على كده، لا لابد من انه يبقى في توصيف دقيق للحاله اللي تم ضبط المركبات عليها. الهدف الرئيسي بنركز دائما على الابلكيشن او التطبيق لزياده الوعي لدى المزارع المصري لينعكس عليه في ربحيه المحصول الزراعي بتاعه، لان مصر يمكن السوق المصري فيه يعني مفاهيم كثيره خطا. مفهوم لدى المزارع ان المبيد كل ما تزداد سميته كل ما تزداد فعاليته، وهذا مفهوم خطا. الفعاليه والكفاءه لاي مبيد زراعي سواء لشركتنا او خلافه مرتبط بمقاييس اخرى خلاف السميه. المفهوم اللي دايما احنا بنركز عليه اننا بنقول للمزارع اللي هو المستخدم الرئيسي للمبيدات 90% من نجاح كفاءه هذا المبيد في ايدك انت. فانا كل هدفي ان انا بزود الوعي عندك انت، لانك انت ممكن تسبب لي انك تقول المبيد ده ناجح او المبيد ده غير فعال، ويرجع السبب من عندك انت. لازم تراعي وتقرا الليبل اللي على العبوه، تحدد الجرعه ما تزودش ولا تقلل عن الجرعه، التوقيت المناسب بيلعب دور مهم جدا، وسيله الرش نفسها لازم يكون معمول لها صيانه وتحت معايير، لان دي كلها بتنعكس على الكفاءه. ده بالنسبه للمجال بتاع مكافحه الافات. هدف حملتنا ان احنا بنعرفوهم المبيدات دي ماده سامه، اتعامل معاها بحرص، لازم ما تتعاملش معاها بحكايه يعني مشي حالك، لا اتعامل معاها بحرص، وكل كلمه مكتوبه على الليبل بتاع المبيد وراه اصطف من العلماء من جهات علميه بحثيه في مصر بتلخص لك المشوار كله في كلمتين، في سطر صغير على كل مبيد، حاجه اسمها البي اتش اي او ما فتره ما قبل الجمع، لازم تلتزم بيها اخي المزارع، لانك انت لو انت ما التزمتش بيها هتنزل منتجك في السوق هتضرني وتضر غيرك وتعيق عمليه التصدير اللي بتوفر عمله صعبه نتيجه لمتبقيات المبيدات. صعوبيتك انت مش هتقدر تقدر انت المتبقيات، لا في جهات في الدوله هنا متكلفه الدوله ملايين من الجنيهات عشان تدي لك المعلومه البسيطه خالص اللي هي البي اتش اي. المبيد قدامك بتلاقي لونه احمر، لونه اخضر، لونه ازرق، لونه اصفر، دي كلها على حسب درجه سميه المبيد، وكل مبيد من دول تقرا تحذيراته باهتمام، وده دورنا الاساسي، لان بترتب على الاستعمال الخطا ضررك انت في المستقبل، لان في سميه ممكن تكون سميه حاده تظهر في الحال في اقل من شهر، في سميه ممكن تظهر عليك في خلال 3 شهور، والاخطر من ده كله السميه المزمنه التي تظهر في نهايه العمر. باب الغش والتهريب 3 انواع عشان برضو احنا نزود الوعي عند المستمع والمزارع المصري. في نوعين ممكن يجونا من بره، المبيدات كلها عموما احنا كاحدى الشركات شغالين فيها او الشركات الانترناشنال تحت مظله 4 منظمات دوليه مهمين جدا هم اللي بيحكموا عمليه تداول المبيدات، وهي منظمه الزراعه والغذاء الفاو، منظمه الصحه العالميه الدبليو اتش او، المفوضيه الاوروبيه اللي هي اوروبيان كوميشن، وكاله الحمايه للبيئه الامريكيه اللي هي الاي بي اي. الاربع منظمات دول هم اللي بيحطوا لنا المعايير وازاي نتداول وازاي نسجل وازاي نوصي وازاي نستخدم، ما حدش بيخرج عنهم اطلاقا. لما بيجي منشور من هذه احدى هذه المنظمات لجمهوريه مثلا مصر العربيه، شيل المبيد الاكس الفلاني، هذا المبيد اصبح ممنوع تداوله، يبدا يخش البلد بشكل غير شرعي، دي وسيله غش. ممكن مبيد مصرح بيه ومستخدم فيه في مصر ممكن يخش البلد وهو سليم 100%، ولكن حرم البلد من الرسوم الجمركيه اللي المفروض حق عليه يديها للبلد. وفي وسيله غش ثالثه ممكن تشتغل على نطاق اللوكل او المحلي، بيسموها شغل تحت السلم، لاحد الاشخاص ما عندوش ضمير يبدا يغير ليبل،
يعني احنا كشركه كان عندنا مركب في وقت من الاوقات كان سعره مثلا 4 جنيه وفي مركب سعره 12 جنيه بيجي هو عامل ايه؟ كل اللي يكلفه نص جنيه ليبل ويحطه على المركب ابو 4 جنيه وبيعه ب 12 جنيه. تداركنا هذا كشركه لان احنا دايما هم بيسبقونا في الغش فاحنا تداركنا هذا، غيرنا البودي بتاع العبوه نفسها بقى دي لون ودي لون، ودلوقتي احنا شغالين بالهولوجرام اللي هي العلامه المائيه عشان نقدر نسيطر على الغش. الحملة دي بتعتبر حملة حياة أو موت، زي حملة تبرج الدم، زي حملة التوعية العامة، لأن المبيدات دي بتمثل عنصر هام جدا في الحفاظ على الثروة القومية بتاعتنا اللي هي الزراعة. الزراعة بتمثل الغذاء الأساسي واللبس والمأكل والمشرب لنا كلنا، فده تعتبر عصب الحياة بالنسبة لنا. فالحفاظ على الثروة النباتية ديت والثروة الحيوانية والبني آدمين وصحة المزارع وصحة البني آدم دي مهمة جدا، لأن الحملة دي بيهمها جدا إنها تنظم عملية استخدام المبيدات، لأن المبيدات زيها زي أي حاجة تانية إذا استخدمت صح بتكون نتائجها ممتازة، إذا استخدمت غلط أو دخل فيها مشاكل بتسبب مشاكل عنيفة جدا في الصحة العامة والناس. المبيدات المقننة، المبيدات المسموح بها واللي داخلة تحت شغل البحوث واللي درست السمية بتاعتها والأثر الباقي دي بتمثل منفعة عالية جدا. المبيدات اللي تتهربت أو اللي ما طبقش عليها القواعد ممكن تكون في منتهى الخطورة. هضرب مثلا عندي مبيد لو اتنظم وتحط تحت البحوث هيدي سميته بتمثل ممكن تزيد خطورة سميته 3 أضعاف لو هو كان مهرب أو غير منتج تحت المواصفات. إذا احنا بنتكلم على صحة بني آدم، على صحة حيوان، على بيئة تتلوث أو على محصول، الحاجات دي كلها بالنسبة لنا عصب حياة كلها، يعني زي ما قلت بالأول حياة أو موت. أي واحد بيتدخل بطريقة خلل في المنظومة اللي احنا قلنا عليها ديت يبقى بالضبط زيه زي أي عدو خارجي جاي يحارب البلد أو يموت ناسها، لأن فعلا هو ده بيموت. لأن الكيماويات بصفة عامة إذا لم تنظم، حتى الأدوية اللي احنا بناخدها الأدوية بتاعتنا بتاعت البيت إذا لم تنظم وتخش تحت تقنين وتحت نظام ثابت يؤدي إلى استخدام الصح. وعشان كده احنا بنطالب كل مستخدم للمبيدات، سواء الراجل اللي بيستخدمها في بيته، الراجل بتاع الصحة العامة اللي بيستخدمها في الشارع، الفلاح اللي بيستخدمها في الغيط، الست أو الراجل اللي بيستخدمها في جنينة بيته، كل الأمور دي لازم يحط في هدفه مجموعة نقط. هل المبيد ده مسجل رسمي عدى عليه التجارب؟ لأن المبيد الغير مسجل يبقى مبيد ده ممكن يسبب لنفسه ضرر أكتر من منفعة. برضو يشوف الراجل اللي بيجيب منه المصدر، زي ما احنا بنتحرك كده الأجزخانة الفلانية بنجيب منها، يبقى لازم برضو التاجر الفلاني لازم نجيب منه برضو الشركة الفلانية أو أيا كان الاسم، الشركة دي معروف الناس سمعتها. يبقى كمان احنا عندنا حاجة اسمها شهادات تحليل. أنا عندي المبيد في مصر بتحط تحت كنترول، وزارة الزراعة عاملة نظام دقيق جدا من أول دخول المبيد لغاية استخدامه. لو أي جزء في المنظومة ده خرج يبقى احنا نعرف ان فيه هنا جاب او فجوه هتأدينا لضرر لكل المنظومه اللي احنا قلنا عليها. هذه الحمله لها دور اساسي ورئيسي في علاج، مش عايزين نقول مقاومه، اخطر واصعب ظاهره ومشكله بتقابل صناعه المبيدات في مصر، الا وهي الغش والتهريب. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بالتعاون ما بين كل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ورؤساء الأستاذ الدكتور محمد عبد المجيد والمعمل المركزي للمبيدات ومديره الدكتور ممدوح شريف وجميع المعاهد البحثية التي تتعامل مع هذه الصناعة، سواء كان معهد وقاية أمراض النبات أو معهد أمراض النباتات أو معهد بحوث الحشائش. الحقيقة المنظومة كلها متكاملة مع مجموعة من الشركات الوطنية المخلصة التي تعمل بالإضافة إلى جمعية المحاصيل أو كروب لايف. الحقيقة المنظومة دي بتسعى لعلاج، وأنا مصر للعلاج والقضاء، ولذلك هي تسير في محورين اثنين أساسيين.
المحور الأول وهو كيف يتم نشر وتوعية العاملين في مجال المبيدات ومن خارج مجال المبيدات. وبالتالي بتتم ندوات العمل الآتي: توعية جميع المرشدين الزراعيين على مستوى الجمهورية، على مستوى مديريات الزراعة، توعية القائمين بالعمل في مجال المبيدات سواء مصنعين سواء تجار سواء مزارعين، دول هم في داخل المنظومة. من خارج المنظومة نسعى جاهدين أيضا من خلال هذه الحملة إلى توعية كل من رجال البوليس أو الشرطة عموما، رجال القضاء عشان لما تروح له قضية يقدر يحتوي ويعرف إيه اللي في داخل هذا المحضر، كل من رجال الجمارك. وبالتالي لما نقدر ننجح ونوفق في توعية الناس ونعرف الناس سواء كان مصنع أو تاجر أو مزارع، سواء كان مستخدم أو رجل بوليس أو رجل قضاء أو رجل جمارك، إيه هو المبيد السليم وإيه هو المبيد المغشوش، إحنا بنقدر هنا نقدر نقضي على الظاهرة من منبتها. المحور الثاني هو محور أساسي جدا وهو التشريع. مطلوب أساسا تجتمع المنظومة التي تتعامل مع صناعة المبيدات في مصر. هذه المنظومة متوزعة، جزء في وزارة الزراعة بتديره لجنة مبيدات الآفات، جزء في وزارة الصحة بتديره لجنة المبيدات من داخل وزارة الصحة، جزء بيدير العملية المبيدات البيطرية. احنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ونتمنى من قادة مصر ان توحد هذه الجهات الثلاث بحيث تبقى لجنة رئيسية تشرف على كل ما هو كلمة مبيد، سواء كان زراعة سواء كان صحة سواء كان بيطري، ومش عيب أبدا يدخل هذه المنظومة الأسمدة الكيماوي أيضا.